صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات تعجبكم، يا رب تكون يعني طول الشهر اللي فات كده كنا بنعمل حاجات تتبسطوا منها. خلاص هي نتفضل 8 ايام. هنعمل النهارده كده كور كفته بصوص احمر كده ظريف جدا بجبنه الموتزاريلا، وهنعمل كمان سلطه خرشوف، بقالنا كتير جدا ما عملناش حاجات كده بالخرشوف، ان شاء الله تعجبكم. تعالوا مع بعض نشوف وصفه اللحمه او كفته اللحمه او كور اللحمه عباره عن ايه. لحمه مفرومه، بصل ابيض مبشور او مفروم فرم ناعم، وبقدونس، بيكنج باودر، وتوم، وبابريكا. ده بالنسبه للحمه اللي هنعملها كور كفتة. بالنسبة للصوص عندنا بصل أبيض وفلفل ألوان مفرومين، عندنا كمان صلصة طماطم، جبنة موتزاريلا، ونشا وبابريكا وبقدونس. جيب كده عشان ايه اخلط اللحمة كويس قوي، هزود عليها بس ملح وفلفل اسود. وانا بحب لما بخلط الانواع دي من اللحمه ان انا بعد لما اخلطها كويس قوي قبل ما اكورها، يعني بعد لما اعجنها قبل ما اكورها اسيبها كده شويه في الخليط ده، وبعد كده ايه اكورها، حتى لو احطها في التلاجه كده نص ساعه. طيب لحمة مفرومة، ملح، فلفل اسود، بصل ابيض، بابريكا، فص ثوم، البيكنج باودر، الخضرة. ماشي تمام كده. يبقى حطينا نص كيلو لحمه مفرومه، عليها بصلايه صغننه قوي، يعني ممكن كمان لو كبيره تبقى نص بصلايه مفرومه صغننه قوي او مبشوره. حطينا كمان بابريكا، بيكنج باودر، ملح وفلفل اسود، بقدونس. نعجنها بقى كويس قوي قوي كده. خلاص واسيبها كده شويه، واجيب بقى اللي انا مكوره وابتدي ان انا احطه هنا. بس ايه، هحط زيت الاول. انا مسخنه الووك هنا كويس قوي. يفضل لما نيجي نعمل النوع ده من الكفته ونيجي نحطها تبقى الطاسه او الووك اللي احنا شغالين بيها تبقى من النوعيات اللي ما بتلزقش فيها الحاجه، يعني ما افضلش مثلا الستانلس ستيل ولا الالومنيوم. خلاص اكور كده. بصوا هنكورها كده. ماشي اهي، نعمل واحدة كمان.
كده. طيب هغطيها بقى خالص كده. وهعمل الصوص بتاعي. يعني دي سخنت قوي بس ايه عشان نبقى براحتنا. طيب الصوص بقى هنحط زيت وبعد كده هحط البصل والفلفل الالوان والثوم. نحط الثوم كده الاول، فلفل الالوان، البصل، خلاص عندنا النشا، البابريكا، البقدونس وصلصه الطماطم، ممكن نزود كاتشب كمان لو عايزين. طيب هحط بقى الزيت هنا، معلقتين زيت كده. الثوم، مع البصلاية، ملح، فلفل اسود. مش هسيبهم ثواني وبعدين احط الفلفل الالوان. النشا بس ادوبه في شوية مية. نقلبه كده كويس. شايفين الالوان بقى لما دخلت في بعض؟ الثوم المفروم، البصل، شوحتهم كويس مع ملح وفلفل، بعدين حطيت الفلفل الالوان. شوحتهم كويس قوي. كده على الكفتة. احط البابريكا، وبعدين هحط بقى النشا مع حبة المية قبل صلصة الطماطم. بصوا ندوبه كويس قوي قوي عشان ما يكلكعش.
هقلبه بقى كويس، ومش هحط كل كمية الصلصة دي، هي معلقة صغيرة كده. اه كده هو اتقلب كويس قوي. ماشي، هسيبه بقى لحد ما يغلي واحس ان النشا كمان استوى جوه الصوص، وهسيب كمان الكفته. بصوا عايزاها بقى تتحمر كلها على بعض. خلاص هسيبهم كل ده مع بعضه. ممكن نطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا قبل الفاصل كور الكفته اللي بالبقدونس والبابريكا مع البيكنج باودر، وكلها كورناها كده وحطيناها هي. انا بس غيرت الطاس عشان قلت استخدم دي للشوربه، وحطينا صوص الطماطم عليها. طيب بالنسبه لمقادير الشوربه، شوف بس الزيت سخن قوي. بالنسبه لمقادير الشوربه، هنعمل النهارده شوربه خرشوف لذيذه جدا بالبطاطس. عندنا خرشوف اهو، عندنا مكعبات بطاطس صغيره، زبده، بصل اخضر مفروم وكرفس، وكمان عندنا اي نوع من انواع الخضره، هنا بقدونس، ورق لورا، زعتر، مكعبات مرقه، وتوم. خلاص اول حاجه بس اصفي البطاطس من الزيت. ممكن بس ايه تشوح تشويحه كده، بعدين احط البطاطس مكانها. انا هعمل في نفس الوجه دي الشوربه، احنا حاطين لحمه، هتاخد نكهه اللحمه حلوه يعني، مفيش مشكله. نحط هنا بقى البطاطس واسيبها تتشوح مع حبة الملح والفلفل الاسود. نجيب الخرشوف ده، بس عايزه اقطعه كده عشان يبقى شبه البطاطس، ما يبقاش هو كبير جدا والبطاطس صغيره قوي، يعني على الاقل يبقى وسط كده. كده ماشي. طيب احط بقى فص الثوم المفروم. مع الزبده. خلاص كده انا شوحت ايه البطاطس تشويحه حلوه. دايما البطاطس في الاول نشوحها بزيت عشان بس ايه تتحمر كده. ورق اللورة كده يتشوح برضو. معانا مريم. الو. اي مريومة. انا يوسف غيدة. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ وانا كمان، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. ممكن اسأل سؤال؟ اه اتفضلي. انا عايزة طريقة الكفتة بالبصل المكرمل. حاضر. الكفتة الكور ولا صوابع؟ لا الكفتة الكور. حاضر حاضر. عملتها مرة انا كده بس ما يعني ما انت فكرتيني بيها دلوقتي.
بصي احنا بنعملها شبه دي بالظبط، اللي هي يمكن بس ما بحطش بيكنج باودر، بجيب لحمه مفرومه مع بصل وتوم وملح وفلفل بس، خلاص كده. ممكن رشه جوزه الطيب او بهارات كفته، وبعد كده بكورها كويس قوي، وبجيب البصل بقى اقطعه شرايح وافضل بالزيت الاول لحد ما يدبل شويه، احط له زبده وزعتر لحد ما يتكرمل يبقى لونه لون الكراميل كده شويه، احط عليه الكفته وممكن حبه كريمه صغيرين، بيبقى طعمها فظيع بجد. تفكرتيني بيها يا مريم، انا بحبها قوي الوصفه دي. طيب هنحط بقى دلوقتي الزعتر الاخضر مع مكعبات المرقه، واحط بقى ايه الخرشوف. على فكره الشوربه دي طعمها لذيذ جدا حتى للناس اللي مش بتحب الخرشوف، هيتبسطوا بيها قوي. خلاص احط عليها بس ايه ميه مغليه عشان الخضار اللي عندي هنا يستوي، اللي هو البطاطس والخرشوف. عشان كده حطيت البطاطس في الاول لان هي اللي هتاخد وقت اطول من الخرشوف لحد ما ايه ما يستوي. كده اغطيه بقى كده خلاص، وايه واسيبها لحد ما احس ان البطاطس استوت والخرشوف اصلا مش هاخد وقت. ابص على دي كده، اه هنا الصوص بتاعي تقل قوي اهو، بقى جميل اهو. طبعا اللي تقله كده النشا، بصوا بصوا الجمال، بصوا حلو ازاي. طيب احنا ممكن نطلع فاصل، خلاص الكفته فاضلها حاجه بسيطه. بصوا احمرت ازاي، انا عايزاها بس تبقى كلها لون حلو كده واحد، عشان كل ما الكفته تبقى لونها حلو كل ما تدينا جمال اكتر في تقديم الطبق. خلاص ممكن نطلع فاصل بقى، ونرجع بعد الفاصل نعمل الوصفه الثالثه. خليكم معايا. بصوا بقى تعالوا شوفوا الصوص كده، بصوا بقى بيلمع ازاي كمان. على فكره النشا مع الصلصه مع الفلفل الالوان والبصل هو اللي مدي اللمعه الحلوه دي. الكفته كده بقت جاهزه، هحطها كده زي ما انتم شايفين بالصوص بتاعها كده الجميل، ماشي، وهقلبها بس كده ايه، سيبهم بقى ايه يمتزجوا كده ببعض شويه دقيقتين ثلاثه كده بس، وبعد كده ابقى اقدمها. وفي جبنه موتزاريلا احطها كمان فوق الوش. اه خلاص طيب ابص بقى كده على الشوربه. بس عامله ازاي، بس عايزه شويه يعني الخشوف، انا متاكده ان هو خلاص تمام، هو البطاطس هي اللي عايزه شويه. طيب تعالوا بقى مع بعض هنعمل سلطه لذيذه جدا جدا بالحمص والبنجر، حلو قوي. تعالوا نشوف مكوناتها ايه. عندنا طحينه وخل وثوم وكمون، دي المكونات الطحينه العاديه. هنزود عليها بقى النهارده بنجر وحمص، وطبعا معانا ليمون، وكمان انا بس ايه ممكن اجيب الليمون ده، وعايزه ايه تاني، وزيت، ممكن حبه زيت زيتون. خلاص كده، وهنحط ملح وفلفل. طيب اول حاجة هحطها هو الحمص مع الملح، فلفل اسود، الثوم، الكمون. خلاص كده حطينا الحمص، هحط بقى معاه ايه الليمون، ماشي.
طيب تمام كده، هبتدي احط الايه البنجر. ماشي اهو، سلطة بقى حمص بالبنجر والطحينة، طعمها لذيذ وبصراحة هي لونها كمان احلى. ابتدي احط الطحينة، ماشي دي مية، واحط كمان ايه خل، واقلب كده تقليبه قبل ما ايه اقلبهم كده بالمعلقه، اطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت. شايفين اللون؟ شفت اللون حلو ازاي؟ ده لونها حلو قد ايه، مفيده جدا، غير كل ده وده بقى طعمهم فظيع. بصوا اللون، الريحة فظيعة، الطعم هيعجبكم قوي. تتحط في التلاجة ساعتين كده قبل ما نقدمها، بتبقى أطعم بكتير، بس احنا ممكن نقدمها كده على طول. عملنا ايه هنا؟ سلقنا البنجر، قشرناه وقطعناه مكعبات، جبنا الحمص وحطيناه مع الليمون والثوم والملح والفلفل والكمون مع البنجر، فرمناهم كويس قوي في الكبة. حطيت معاهم الطحينة والعصير الليمون مع الخل والمية والكمون، وبقت جاهزة كده ان احنا نغرف ونغمس وناكل. ماشي، كفاية لونها وقد ايه مفيدة، يعني كل حاجة حلوة فيها كده. اوبس، ماشي كده. البنجر من الحاجات اللي بتلون الاكل بطريقة حلوة جدا. خلاص، اخر حاجة بقى هعملها احط له صراحة زيت زيتون كده، بيبقى كريمي اكتر. بس كده، خلاص كده خلصنا سلطة الحمص بالبنجر بتاعت النهاردة. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة قوي. تعالوا نبص على ده قبل ما نطلع فاصل، عشان هنطلع نرجع من الفاصل نغرفه على طول، اللي هو ايه، صوص او صلصة طماطم بالفلفل الالوان والبصل مع كور الكفتة، وكمان الشوربة قبل ما نطلع فاصل هحط لها كريمة عشان عقبال ما نرجع نغرفها على طول. خلاص كده بقت جاهزة. نطلع فاصل نرجع. رجعنا تاني بعد الفاصل، اهو هبتدي ان انا اغرف الشوربه ونقول سريعا عملناها ازاي واحنا كده بنغرفها.
خلاص شوحت البطاطس المكعبات الصغيره خالص مع فص ثوم وزيت وتبلتها بملح وفلفل. لما اتشوحت كويس رحت حاطه معاها الخرشوف، وبعد كده حطيت زبده وحطيت ورق لوري ومكعبات مرقه وخضار خلاص وزعتر، وبعد كده حطيت لهم حبه ميه عشان يغلوا كويس قوي البطاطس تستوي. قبل بقى وما تنسوش بقى البصل الاخضر وكمان الكرفس. قبل بقى ما نشيلها من على النار بخمس دقايق او حتى 10 دقايق، ممكن 10 دقايق كمان، نحط الكريمه، ولو ما فيش كريمه ممكن نقدمها من غير كريمه هتبقى برضو لطيفه جدا. بصوا طبعا احنا ممكن الناس اللي مش بتحب قوي يعني حوار الخرشوف ده ان هم يضربوها كلها في الخلاط او بالهاند بلندر، بس هي كده طعمها لذيذ جدا وقد ايه مفيده وحلوه. ده بالنسبه لشوربه الخرشوف اللي بالبطاطس والكريمه مع الزعتر. خلاص اهي بصوا انا مش قادره احكي لكم الروائح اللي طالعه منها عامله ازاي، روائح مختلفة كده طالعة، روائح الزعتر مع البطاطس مع الخرشوف مع الكريمة، عاملين روائح حلوة قوي. تمام دي كده ايه الشوربة خلصت. طيب نشوف بقى الوصفة اللي احنا عملناها اول حاجة النهاردة، وصفة الكفتة بصوص الصلصة مع النشا مع الفلفل الالوان. انا كنت قصدي احط دي هنا. طب خلاص معلش نعمل ايه. طيب نص بقى كده نقلب كويس قوي قوي ويبقى سخن جدا. يعني هنعمله كده ونرش الجبنه، ممكن بعد لما تعملوه كده وترشوا الجبنه تدخلوه الميكرويف او الفرن 5 دقائق. الميكرويف طبعا بيبقى دقيقه يعني، خلاص لو انتوا عايزين الجبنه تسيح عليه، بس هي اصلا من كتر السخنيه هتسيح شويه واحنا جايين ناكلها بقى. طيب دي عملناها ازاي؟ جبنا لحمه مفرومه حطينا عليها بابريكا ولو نص كيلو لحمه يعني، بصلايه صغننه قوي مبشوره، ملح وفلفل اسود، بقدونس مفروم، وخلطناهم كويس جدا مع بعض. عملتها كور وشوحتها بالزيت ورشيت عليها ملح وفلفل وسبتها لحد ما اتحمرت خالص. في الناحية التانية كنت جايبة البصل الابيض المفروم شوحته مع الزيت، وبعد كده الفلفل الالوان شوحتهم كويس قوي مع فص ثومة مفرومة. حطيت ذوبت النشا في شوية مية حطيتهم على البصل والفلفل والثوم لحد ما حسيت ان الصوص تقل، رحت حاطه معلقتين صلصه طماطم سبتهم لحد ما تسبكوا كويس قوي، حطيت عليهم الكفته المستويه، في الاخر قدمناه بالطريقه دي وحطينا عليه جبنه موتزاريلا وخضره سواء بقى شبت بقدونس كزبره خضراء اللي انتوا عايزينه. بصوا انا جايبه كمان معاه رز بسمتي يتقدم معاه يتاكل معاه، وعلى فكره الرز ده برده هيبقى حلو جدا جنب طبق الشوربه اللي عاملينه النهارده اللي هو بالخرشوف والبطاطس مع الكريمه والزعتر والبصل الاخضر. عملنا كمان سلطه لذيذه قوي قوي هتعجبكم ولايقه كمان مع الاكل اللي احنا عاملينه النهارده، سلطه الطحينه بالحمص والبنجر مع الليمون وكمان زيت الزيتون. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. بكره استنوني هنعمل ان شاء الله وصفات من السي فود بمناسبه الاعياد اللي عندنا وكمان شم النسيم. شوفوا لو انتوا عايزين نعمل صنف كده رنجه قولوا لي، بس يعني انا شايفه ان صنف واحد بس رنجه كفايه عشان بس ايه ما نعطش في رمضان. صوما مقبولا وافطارا شهيا ودعاء مستجابا ان شاء الله. باي باي.